أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. What?
يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم ذلك اليوم الحق ذلك اليوم يوم ينظر المرء يوم ينظر المرء ما قدمت يداه Thank you.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحسب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك
نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق
خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم صدق الله العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. هكذا اخوتنا اخوات الايمان والاسلام، عشنا واياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة التي تلا على مسامع حضراتكم بالحق، ذلكم العلم القرآني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرق القارئ والمقيم بالقاهرة، وعشنا من قبله مع آيات الله البينات، لذلكم العلم القرآني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ سعيد عاطف المسيري القارئ والمقيم بمدينة وبمحافظة كفر الشيخ. أما الصوت والضوء والفراش الحديث الكبرى فقد ركبت من مخازن ومحلات الحاج محسن عبد